يعقوب العلي رحب بك ويانا كأس دبي العالمي 26 سنة رؤية ثاقبة من سيدي فارس العرب لإقامة مثل هذا الحدث العالمي، واليوم نحن بعد 26 سنة نشوف هذا الإقبال العالمي الكبير لهذه الكأس. أكيد طبعا نحن كلنا موجودين هنا وكل سنة نحن نحضر في هذه السباقات. طبعا هاي السنة بيكون أشوف الناس يعني تقبل علي من كثر ما الناس اللي جايين من برا وحق الإكسبو وحق هالشيء، فوايدين متواجدين هالسنة. شوف شوي ما شاء الله أكثر من السنة اللي فاتت. يعني الحدث أخذ زخم إعلامي وعالمي كبير، شو رأيك؟ والله أكيد هذا شيء زين، يعني للدول العالم كله الناس لازم يجون يشوفون سباقات الدول اللي يستوي في الإمارات، طبعا في دبي بالذات، ونحن نتمنى أن يكون أكثر وأكثر ناس هنا إن شاء الله. متواجد اليوم، انت حريص على التواجد في كل سنه؟ اي نعم اكيد، كل سنه نحن نتواجد في نفس المكان. كل سنه نعم. شو ما اخذت خيل ما شارك؟ لا والله انا ما اخذت لين الحين، ما اخذت. اخوي يمكن فيه بالخيول بس انا ما لين الحين ما اخذت.